منورنا كابتن عبد الرحمن محمود فوزي لاعب كرة الماء بالنادي الاهلي. صباح الفل واهلا بيكم ومبروك انضمامك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. يا صباح الخير جدا ومنور مكانك، لان عبد الرحمن اصلا اهلاوي. يعني انت لعبت في نادي 6 اكتوبر ورحت الزمالك ورجعت لبيتك الاهلي، فخلينا نعرف برده عبد الرحمن تفاصيل الانضمام في الاول. انا كنت بلعب في نادي الزمالك من فتره، وبعدين كنت مسافر مع منتخب مصر كاس العالم في 2019، فكابتن وائل عزت رئيس العاب المايه في النادي الاهلي كلمني واحنا هناك في البطوله، كنا في الكويت، فكلمني قال لي مش عايز تيجي للاهلي؟ فقلت طبعا هيبقى شرف لي انا في الاهلي. بس كانت دي بدايه الكلام في الصفقه يعني. وبعدين بعد ما رجعت كان كابتن سيف كان ابتدى هو يتكلم معايا بخصوص الانتقال من نادي الزمالك لنادي الاهلي. حصلت مشاكل كتيرة اصلا في موضوع الصفقه عشان هي تمشي وكده، وكان حصل لي مشاكل في الاتحاد. بس يعني ايه نوع المشاكل؟ هو انا كنت عايز انتقل من نادي الزمالك وكان في مشكله، هم ما كانوش عايزين يخلوني انتقل، يعني ادوني الاستغناء عشان اروح النادي الاهلي، كانوا عايزين يوقفوني في الاتحاد بس، فبعتوا لي جوابات انذارات وكده. فانا طلعت على كابتن وائل عزت قلت له حصل 1 2 3، فهو قال لي ما تقلقش وانا هخلص لك كل حاجه والحمد لله فعلا ما حدش عارف يعمل لي حاجه والانتقال حصل يعني الحمد لله. طيب بس قبل ما ندخل بقى معاك في تفاصيل الانتقال ونعرف انت ناوي على ايه كمان وبتحلم بايه مع النادي الاهلي، خلينا في البدايه نتعرف عليك اكتر. يعني سنك قد ايه؟ بتدرس ما بتدرسش؟ بتشتغل ما بتشتغلش؟ ايه ظروفك يا عبد الرحمن؟ انا اسمي عبد الرحمن محمود فوزي، عندي 21 سنه، بدرس في اف ام اي كليه تجاره واداره اعمال جامعه حلوان بس في الزمالك، وبدات مشواري في نادي اكتوبر. هو النادي اللي انا نشات فيه يعني، كنت بلعب من 2014 وبعدين من نادي. وعارف توفق كنت يعني او ما زلت عارف توفق ما بين الانتقالات والتدريبات والبطولات والسفريات وبين الدراسه؟ كان صعب في الاول، بس يعني زي ما بيقول كده اللي بيقص حاجه بيعملها. فالموضوع صعب ان انت توفق بين الدراسه وكره المايه عامه، يعني كره المايه احنا عندنا تمارين كتير وصبح وبالليل وفتره الاعداد بتبقى صعبه جدا، بس الحمد لله قدرنا يعني نظبط الدنيا الفتره اللي فاتت الحمد لله. وانا كليتي في الزمالك فكنت بخلص تمرين واطلع على الكليه على طول، بس الحمد لله. حلو جدا.